المهم اصحاباتي كيف ممكن تشوفوا، هي السلطه ديالي جات. هي صحيبتي المفضله اللي قلت لكم راه جات مشهيه ليا كسكسو، انا مشهيه كسكسو. قلت لها شوفي غديري ليا شي كسكسو من يدك فعال تاركي اختي. المهم ها الخضر، ها هي كتنقي وكتحط هنا الشيخه ديالي. شوفوا يا لاله البرايمه على قد الحال، انتم البرايمه جابت لكم العجب ديال الدجاج. هي كتوجد واحد كسكسو ان شاء الله ما نقولش لكم نعاودش لكم عليه. المهم مرحبا بكم عندنا، اجيت تغداو معنا، ما هو غدا ما هو عشاء. الربع هذه ولا الخمسه وانا مازال يلا كنبدا نشارك معكم الطريقه ديالي ديال العجينه. عندنا هنا عندنا معلقه ديال السكر، ومعلقه ديال كبيره ديال الخميره، وعندنا معلقه صغيره ديال الملح. البنات احسن طريقه كتشدينه وكديري الماء سخون وكتبقاي تحركي هادو مزيان باش كيخمروا. شوف كيخمروا، وهنا عندنا الماء ما يكونش طايب بزاف، عندنا الماء اللي قد الحال المهم يكون دافي. النوتات عندنا اول حاجه غادي نحركوا هادشي مزيان، انا درت الفوطه باش ما يتشكرفش هي الحصيره. المهم البنات انا غنحاول نقطع معكم الفيديو حتى نجمع هاد الخميره مزيان باش نجمع العجينه مزيان باش ما نضيعش نشد الوقت بزاف في الفيديو، وعاد نعاود نكمل معكم الفيديو. زيت ما راكش تحمر ما تحكوش علينا يا العيالات. المهم البنات انا درت خبيزات ثلاثه هنا، خليت نغبيهم شويه بلا تلقوا، غنشعل عليهم الفران باش من بعد نقرصهم وعاد نرجع معاكم. المهم البنات اول حاجه فوزيه كديرها كل واحد وطريقته كتحسو. ها هي دابا الخميره راه خمرناها وعجناها وقرصناها يا لاله، وخلينا شويه تخمر. او مادموزيل فوزيه الزين ديالي الغزال ديالي، شفتي ديال العوينات يا اختي. ها هي جالسه كطحن لي اختي، جالسه كطحن لي انا كتحك لي المطيشه باش نبدا ندير الكسكسو. انا نشارك معكم شنو كدير ان شاء الله، خليكم معنا وما تزابينش. شوفوا الزين ديالي شنو كيدير دابا، هي كتقرد بصيله فوزيه. باش انا اصحاب الطاقم البرنامج دابا فوزيه شنو كديري تما؟ كنديرو بصيله شوفوها. ايوا خليوها تجيج مع طريه. شوفوا ها هي الدجاج، هادي يدك فوزيه. ها هي دابا دار الدجاج، ندير بصيله كتشرد تشلط بصيله. ايوا حبيبه اخي متشحر على خاطرهم فوزيه راه طيابه عندنا ماهره اللي بغى شي حاجه شي كوموند. مرحبا مرحبا قاعده بحر قاعده بحر، اللي عنده شي عرس اللي عنده شي حاجه مرحبا. ها نتوما اشهد. هيا جالسه كتقرب لينا ومرحبا بكم في السكسو ديال فوزيه. مرحبا بكم، كنتو دابا معنا جيتو تغديتو معنا. مرحبا بكم يا اختي ومشاهدينا. تحط يدك تحط 10 اشهد. المهم نكمل معكم الفيديو، فوزيه خاصها ساعه باش تقرب البصله. وي مع يدين معوجن نلقو جن نقطع معكم الفيديو عاد تكمل البصله ونوريكم شنو غادير اخرى. انا بقيت هنا مشاد الفيديو راه خاصني ليا 6 دقائق ومازال ما كتقرب ليا. ايوا دابا يا اختي غادي نديروا المقادير. التوابل ها هي بزيره، معلقه صغيره ديال البزار، خرقوم معلقه ونص، قولوا جوج معالق صغار اش هذا القرعه كل قرعه فيها سكين سكين جبير، جوج معلقات
صافي غادي نديرو مليحه كسكسو اليوم غادي الفوزيه علام غيجي ها هي قويت لكم مليحه خري على ضربو ما تنبعسكوش اش هذا زويته كان الله يعطيك الصحه حسن ويلي ويلي ما تكثرش لي دم اش هذا كوليسترول المهم البنات شوفوا هنا شنو عندنا عندنا الدجاج عندنا ماطش محكوكه ثلاثه ماطش محكوكه جوج مقرطه جوج محكوكه وحده مقرطه وعندنا نصف الروج وعندنا شنو وبصله والتوابل اللي هي البزار والخرقوم والسكيجبير والملح وزويته دابا غادي نردوه يتحر ونرجعوا معاه عندنا واحد شويه ديال فيه جافيل عندنا جافيل هنايا وعندنا التيب عندنا واحد الشيفونه دابا يا لاله غنبداو نفركوا لكم المعينات هادو راني حكيتهم يا اختي غير ما كيبانش لكم التيت شويه مقود جافي داكشي علاش المهم يا لاله هادو راني حكيتهم قبيله التيت وجافي المهم يا خيتي هادو راه حتى مليجه حتى غادي نبدا نغسل معكم المعينات عندك عالية هذاك الروبيني كنغسل هنايا وكتستف هنايا وكتستف هنا كاين ها واحد الوحدة العطرية خليه من هنا حتى جاي يكون مزيان يتسطرو من الماء المهم يا الخوت كنفك هنايا وكندير هادو الشكي كيتسطر مزيان ايوا من بعد عاد كنديرهم بلاصتهم باش ما يتزدكش هاديك البلاصه ايوا دابا نكملو معاكم المعينات باش ما نطولوش الفيديو غنكمل المعاينات ونرجع لكم عاوتاني نوريكم كيفاش تسوي الخبز المهم الخوت حنا نردو الخبز ديالنا يطيب نيشان بيديك لا غادي نرميو الخبز ديالنا يطيبو المهم الخوت هانتوما كيما كتشوفو معيناتنا راه غسلناهم ها هما جمعتهم كاملين وهنا دايره غير بانيو خاوي هنا باش كانت حاجه ثاني مستقر خشافي وها المعينات ناضين الخبيز ديالنا هو كيطيب ها ولا عندك كيفاش كتشوفو هو كيطيب لاله فوزيه دابا كدير كسكسو كتهزكو كتهزكي دابا فوزيه هذا كسكسو ديال السميده ولا كسكسو عادي هذا كسكسو السميده اه السميده السميده الطعام المهم البنات هانتوما الفوزية راه طاب في الخبز الفوقاني دا جيت تحت ودابا يرد التاني يا ختي هما الخبيزات ديالنا وجدو شوف شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن ما شهيتكم المهم الحباب الخوت الزين ديالي الزوينه ديالي الكسكسو ديالنا طاب العز ديالي العزي ديالي الزوينه ديالي فوزيه هي راه كتحط هاي دابا راه تحط لكم كسكسو هانتوما وتوجد معنا كسكسو خليكم معنا